الشعبي بالحريريه كالعاده يضرب مع الحدث وياخذ بطوله بطوله المدارس النجمه. وده حدث ماهوش هين باعتبار العمر الفتيل للنادي، يعني النادي عمره 4 أشهر فقط. عملنا بطوله تونس للاكابر وسيفاس الاسبوع اللي ما شاء الله عليه جافين في الميداليه الفضيه. بالنسبه للمدارس نظمنا البطوله طبعا قاعدين نلعبوا قدامكم عاملين مستوى فني كبير. الحريريه قاعده تقدم وقاعده تتحسن بفضل مجهودات كبيره برشا من سي وليد الشريف من سيسام ابو العريس من المكاتب العام من حب نحيي الهيئه الكل بالنسبه لسي محرز الهمامي مجموعه سحب فهمتني يعني زاد الاطارات اللي عملت في الولايات اطارات كبيره اللي كنت تستقطبهم وترجعهم وتعطيهم الثقه باش في الطبيعه باش تلقى رونتمون كبير باش تلقى امكانيات اكبر باش تلقى يعني حظوه اكثر من الولايات باش تلقى اكثر يتعامل على العباد كذا اللي يشوف في رادمونت ماهيش المهم يعني الاطارات اللي عملنا في تونس كانت مكبوته يعني احنا حنينا من الفضاء وقلنا لهم ابدعوا يعني ما هيتش عندهم يعني خذينا دعم يعني في موفى سنة 2013 اختار الدعم هذاك متحصلنا على حتى الآن. بالنسبة لرجال أعمال في المنطقة يعني نظام الأفير وأهل المال يعني ما همش مهتمين بالرياضة. ليش أنتم ما حطوش الخندق؟ والله ممكن عندي كيفاش الفرق؟ دائما الناس الكل يعني في دائما نظام الجمعية الجديدة نورمالمون الناس الكل تعرف ما تعرف في الجمعية كل جمعية عندها رجالها وعندها ناس وعندها إذا ما يخرجوش أهل المهم أهل المنطقة هذيك والمنطقة كيفاش باش يعني كيفاش باش تقاوم كيفاش باش تضر كيفاش باش تخدم مع الكبار مع جمعيات كبيرة كيف تشوف اللي في الدورة هذي عندنا نادي عندنا البوم عندنا الحرس عندنا المكشحة تاع العمان يعني جمعيات كبار مو جمعيات وعندها تمويل يا إما الدولة يا إما خلينا نتعرف النادي الترجي والتونسي لأنها كبيرة لازم عندها تمويل. احنا بالنسبه للتمويلات يعني صرنا ربي يعاوننا بالنسبه للتمويل كيفاش يصير نجتهد من رئيس الجمعيه من سي هيك الصافي من المدير الفني سي هيك الشريف يعني الناس قاعده تصرف من جيوبها وقاعده تعاون في الجمعيه وقاعده تعاون في طول مجال الناس هون في الوقت الجديد الشكل اللي عندهم يعني مش كانت لاهيه بيه وما كانتش لاهيه معناها ما كانش في البروجرام. أو معناها تولينا عاملين راسنا ومعناها باش نولي نخمم فيه أكثر. باش نولي نطلع بخسارات للسنيور والجونيور بشوية بشوية. معناها عنده كلاسيك عام. عام تو ما تخدم. عام تو ما أقل حتى من عام. مازال كيتحل جديد الصوت. محمد. مبروك خويا. شنو هي هذيك اليوم؟ بطولة؟ بطولة. بطولة تونس قداش عمرك ساعة؟ 11 كان ميزان تلعب؟ 49 49 كيلو؟ ايه وتناوي تكمل ولا حد 49؟ ايه ناوي تكمل وش وقتش التربيات هذوما؟ ايه اه هذوما؟ ايه شوف انت وقت تشوف فيه ليه كاسة؟ ايه قلت تلعب هنا في التركي السعودية؟ ان شاء الله هاي بالتوفيق عادي ايمان يا خويا مبروك شنو هي التتويجة هذي فهمنا شنو؟ تكريمة؟ تكريمة تاع شنو؟ تعب بطولة تونس. بطولة تونس ولا انت قادر احسن اختاروك احسن مولاك؟ احسن مولاك. قداش عمرك انت؟ 10. تحب تكمل تولي بطل تونس و قدرة ربي. قدرة ربي ها؟ ان شاء الله من احسن الى احسن.